ويلكم من الله، يا ويلكم من الله، الله لا يوفقك لي ليه. لا والله كانت لابني، الله 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 ستار، الله لا يوفقني ليه. الله يهلككم، الله يكسر ايديكم، الله يكسر ايديكم. مجرمين لمجرمين بحق بعضكم، الله لا يوفقكم. بصوت مرتجف تغلبه الدموع صرخ الوالد: يا ويلكم من الله يا مجرمين. هذه الصرخة المؤلمة التي أطلقها عبد المنعم المرعبي أعقبت إصابة ابنه محمد برصاصة طائشة في الرأس، كادت لولا لطف الله أن تنهي حياته. من أجل تشييع شهيدين سقطا بمواجهة إسرائيل، دفع أبناء عكار ثمناً من أمنهم برصاص أطلق في غير محله. عبد المنعم الذي توجس من أن يؤدي إطلاق النار الكثيف إلى تضرر ألواح الطاقة الشمسية التي قام بتركيبها منذ وقت قصير على سطح منزله، قام أكثر من مرة بتفقدها في ذلك النهار المشؤوم، ليعود في المرة الأخيرة ويتفاجأ بأن الرصاصة التي خاف من خرقها الألواح قد خرقت رأس ابنه. كلمت في طلع الطاقة الشمسية، يعني بتعرف اليوم أيام صعبة كتير، يعني وتعبنا كتير لحتى اللي جمعت حقها، وقعدنا عشنا مثل هالعالم مثل هالبشر اللي حرمتنا فيها الدولة، نحن صرنا بدنا نعمله بإيدنا. فأطلع واطمن عليها وإنه أولادي صغار، لك يا بابا لا تطلع لفوق، هلأ بتيجي رصاصة على راسك، يا بابا يا بابا الله يرضى عليك، يا بابا الزيل. قال لا لا ما تخافي. وإذ بتفاجأ إنه ابني بيجي بخبروني انه هيك رصاصة براسه، يعني يا ريت البيت كله تدمر والطاقة الشمسية ويتدمر لبني كله سوا. ابني دلو قدامي اني عايش شاب مثل قلب النهار، والله صعب، يعني ما بعرف، انا ما بعرف، يعني دائما الاهل بيتمنوا الخير لابنهم، يعني انا يعني هلا اذا بينطلب مني لا سمح الله ابنك بده عينك بعطيه تنتين، بعد اعمى معلش، ابنك بده قلب بعطيه قلبي، بعطيه روحي كلياته، بس ابني يكون عايش ومرتاح ومبسوط. بيجوا جماعه حق فرنجين فيلتي بدهم يخسروني، لا لا، مفروض الاهل كمان يضبوا اولادهم. يعني هذا هالشاب الحامل بيروت عمره 16 سنه، انه ما عنده اهل يقول له وين رايح، وين حامل بيروت. طيب هذا اللي عم يقوص، انه عم تقوص انت هيك هرصاصة طلعت، طيب وين بدها تروح؟ يا اخوك يا اختي يا امك يا جارك، بعد الاخير انسان، حتى لو نزلت على حيوان اسمه حيوان كمان، الله يدا الله خلقه تحرمه حياته كمان، ما انا مزبوطة، ما في وعي، جهل جهل، ما تسألي قديه. الشاب الذي دفعه الفضول للخروج ومتابعة ما يحصل من استقبال للجثامين مع صديقه يروي ما حصل معه بالتفاصيل. كنت أنا وصاحبي تحت بالعبدة عم بالتشييع نطرين الجسامين الشهداء، وكان في يعني إطلاق نار كثيف جدا، يعني بشكل مش طبيعي، يعني كان يعني على حد يعني ما بيقولوا تفكيري، أنا كان فوق 150 قطعة بالمكان اللي كنت موجود فيه أنا. فكنت قاعد وصاحبي عم يصور وأنا قاعد عم بتفرج من بعيد، فجأة بحس كأنه شيء يا ضربة عصا أو ضربة حجر، حسيت فيه، حطيت ايدي صار في دم، شوية دم على ايدي هيك، طلعت وراي مين ضربني مين كذا ما بين شي. جيت على صاحبي قلت له يا صاحبي قوم خدني على المستشفى معور. عم بتطلع هيك بيجي واحد بيقول لي لك في نبلة رصاص من راسك واقع على الارض، بين انه فاتي وطلع فاتي وضربي بالجمجمة وطلع من تاني ميل. ما جرى في عكار ليس جديداً، والمنطقة هناك اعتادت على مشاهد مماثلة، إلا أن ذلك لا يمنع من السؤال عن دور الأجهزة الأمنية في عدم ملاحقة هذا التفلت الكبير للسلاح الذي يهدد حياة الناس. الله يحمي هالشباب كلياته، يعني شو ذنبه ابني؟ شاب أو أنا شو ذنبي مثلاً لا أخسر ابني كرمال فلان ولا كرمال عيلتين؟ ما بعرف، يعني أنا بطلب من الدولة انه تضب انه ما شايفي انه هالزعران، ما شايفي هالصليح متفلت، ما شايفي هالقويس. انا بستغرب انه 500 مسلح وشاحنة الجيش واقفة هيك على جنب عم تضحك، انه طيب ما في هيبة، وين الهيبة يا عمي؟ ما الله ماني عارف. هذه المرة الله ستر، ولكن ماذا عن المرات المقبلة ومن يمنع المصيبة؟